خلي الوفيات. اما انا اصدق يطلع لي على الفيسبوك الناس مو اختصاص ولا بجهه رسميه مرتبطه بوزاره الصحه، وانتم تصدقوه ما يصير. هذا اللي تسمعوه هذا يسبب ارتفاع بالاصابات، وبالتالي جاي نخسر انفس، ونفس الوقت الناس اكو بها توصل مراحل شديده بالمستشفى، وهذا احنا ما نريده. اللقاحات امنه، وبنفس الوقت اي شخص ياخذ اللقاح شو يسوي؟ حتى اذا صار شو راح يصير عنده؟ راح يصير عنده اصابه بسيطه، ما تستوجب انه ينام مستشفى.